لا أمنيات تعلو على وقف الحرب المجنونة على قطاع غزة وانقشاع هذه الغمة، وتعود الأمن والأمان والسلامة للناس هنا في القطاع. وأمنياتنا أن يتوقف هذا الشلال المتدفق من الدماء النازفة من جسد الصحفيين الفلسطينيين. أمنياتنا أن نرى المعتدين والقاتلين في قفص الاتهام، خصوصا فيما يتعلق باستهداف الصحفيين الفلسطينيين. 100 صحفي استشهدوا خلال هذه الحرب في أقل من 2.5 شهر، في حين في 20 عام من الحرب الفيتنامية لم يسقط سوى 60 صحفي، وهذا أمر في غاية الصعوبة. نتمنى يعني أن نصحو يوما في اليوم الأول من عام 24، وأن تكون الأمور عادت إلى طبيعتها، أن تكون هذه الاعتداءات توقفت والحقوق عادت إلى أصحابها. بارك الله فيكم.